السلام عليكم متابعينا الاوفياء. كما كتشوفوا هذا النهار درنا بمهمه هذه المناسبه هذه في الجات ليهم ديال بصح شاور البحر صحتهم وراحتهم. كما كتشوفوا هذا النهار حاطين هذا السيوا بزاف الناس غيتسائلوا الصراحه على المناسبه. ما نقول لكم في المناسبه ان شاء الله حتى غادي نعطيو التقديم للضيوف وفين غنمشيو ان شاء الله وعلاش دينا هذه القصبه وعلاش دينا الفلوس وعلاش واش دير الايه ضربوا لها ايه هنا شوش شوف الدب شوف 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 يا راه عرفتي بغات تاكلوا بغات تمشوا يا دابا زعما واحد نشطه معاه باش تحيدها واش ما بغاتي تحيد لا دابا زعما معاه ديال بصح علاش رشيده. المهم بعدا تحيه للمتابعين ديالنا نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا هذا المجمع الزوين صراحه واخا ناقص بموالين الدار واني ما عندنا ما نديروا ما بغاوش يتسناو هاد الفرحه الزوينه. والله فرحة زوينة والهلا يحرم شي واحد من وليداته باش يفرح معاهم ويفرح بهم اللي كبروا. هذا ما كان متابعنا. انتم تشوفوا يا لالا تكشيطة شكون اللي عندنا. انا والله ما عندي تكشيطة هذه المتابعين اختي اكرام ليجا كنصليت ولا مسكينة في الاسبوع لالا اختيها اكرام الشمالية والعائلة ديالها كاملة صراحة كانوا داروا واحد الخريجة هاد المرة والله لي فيديو ديالها وليداتي كان دخلوا للباك يقولوا ماما دايرين لك اكرام الشماليه صراحه الله يعطيكم الصحه هكاك نبغيكم وقفوا مع اختكم وكونوا يد وحده وديما يعني راه الطاقه الايجابيه ديال اكرام هما خوتها يعني بكم راه كتكبر وكتنجح ان شاء الله يا ربي. المهم المتابعين كل شيء المناسبه غنلبسوا وغنقادوا وغنريكلوا المناسبه شنو هي الله اعلم. هاد الليله غتزهاو شوف مازال ما عرفوناش شنو غادي المشاهدين هاد الليله غيزهاو هذا المتابعين شوفوا غيتبعونا هادي واحد سعيد نصري يا فجري هنا يا ما غيفرحوا بينا. المهم معروضين زين ما نعرف حتى غتشوفوا ان شاء الله الوالد انت حسن تكلفوا لنا بالقصبه ضروري صح تكلفوا لنا بعض العروسه ها هو يا رب شنو هذا العروسه تكلفوا لنا بعض العروسه عرفتي واحد حيه حيه قدينا الضاجي شوف هاد النهار غنديرو لك الرويحه سمعي غنديرو لك الرويحه وغنصايبو لك وغادي نقادو لك وغادي نكلم النسيبه ديالي بعدا حتى هي ايه كيفاش ماما بالسبنيه ها انتوما ماما ماما نهار كتفرك كدير السبنيه ياك ياك ماما راه كتعجبني السبنيه ايوا عطي شي كلمه للمشاهدين ضروري. المهم المتابعين الاوفياء ديالنا ما بدات هي طيبه وحده تما راه حسن بصح من واحد الناحيه كل وحده تشد واقيله بوحدها دابا غتحطوا غطرقوا في البلاصه ويلي يا اختي باز اختي شي جبتي حسن هو اللي عنده اربعه وثلاثه يلا دابا ركب على خاطر بغيت ما كتبغي حتى واحد من غير تدفع على خاطر ولا قالوا المتبعين حنا ضيعنا هذاك الزاد يدير بزاف. والله العظيم الا ضيعتوه صراحه ما غادي هو غنحسبو مخلطين هي. شديها انت وغتنقص عليا انا عاوتاني. دابا شايفه عندها هادشي. عبود انا عبود انسان يا اختي ولد مايل انا 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 انتم تبيعين كتخيطتها اختي اكرام في الاسبوع ديال انا وايه انتم صراحه شي حاجه كتحمق والله العظيم عاد دابا ولات كتجيها كانت في الاسبوع في اليد بيبرا عليها والهلا يخطيها والله العظيم شكرا ليها بزاف وعندها داك الشيء ما شاء الله كيحمق والله العظيم وريهم علاش واش راه تلبسها صراحه ما غاتش تلبسهم. المهم هي التكشيطه انتم كريمه والرويحه هذي كنقدو بها الشعر والسميطة انتم عندكم هاد السميطة انتم كاع ما عندكمش هاد السميطة هادي واخا تشريوها ما تكونش بحال ديال ايا والبليغة ها انتم على البليغة داكشي في الصفر والسم الحر وداكشي والباندا. المهم تايو تشوفوا اللبسة ان شاء الله ديال ايا الاخيرة ابي النعاس بقات تحكي ايوا هادشي اللي ما بغيناش ايا يلا سيري الله دابا غتحيح دابا واحد جوج شو كي تتلوحها شوف هذا هذا
غتصبرك انا عتصبر. وي وي كي جات ايه بلي الدين. صلوا يا البنات صلوا على الحبيب صلوا على زين السمية. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي برافو بنتي هاي تكشيطة بنتي تتركم كنت تتركم صحيح بسلتي ايديها شي شويه كاع شي تا ورات حرش انا ما عارفه شابه هي الريحه بغات شي واحد كيطق شوف شكون انا انا شكون شكون خليته البارح حنا الوقت انا سيدي واحد ستو انا باش نسدو عليه بقى تيق هذاك علي مسكين دخل عليه تاع الصباح تاع الصباح هذاك عوج مسكين هذي حدا دار عندنا مصيبة قالك مرضك الشطر قالك الصباح انا كنشد الناس عندي انا وضعي ديال لا حيد حتى شمن ولد غتحيدو مشكلة معاك هي هادي هذا ما دير بها شو واحد الصباح عندها ديال الواه باش ما نلبسوها هاي صافي 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 انا اخفض لي واحد الصورة دابا هكايا باش نمشيو كاملين ان شاء الله يا ربي هادشي حنا ما عندنا ما نديرو به دير واحد القصبه ديالك ولا نمشيو هاديك القصبه راه تنضمن ما تركبناش في الطوموبيل ولا تقدر تركب ياك يلاه الخوت وحنا نوريكم حنا كيفاش نركبو واحد صح صح شديه في كحصان نديرو كاسي شوف حنا كيفاش جات وايلي 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 حنا عاوتاني وكذا بالضبط شتي حنا علاش ما داوهاش معاهم واحد الهجوم لقيتو كبير عند ياسين هذاك موضوع بوحديتو ان شاء الله دابا حنا فرحانين ناشطين حسن هبط داك السرجم ديك اللعيبه راه هنا الله سي حنان ماذا هناك؟ لا ما قلقاش الصراحه حتى هنا راه كاينه العائله جالسه معاهم ان شاء الله شوف غنمشيو لواحد البلاصه غدا واعره ان شاء الله حسن شنو بالكم غدا نديرو واحد السفر قول لهم
الى اين؟ المفاجاه اللي خلاتني باش ما نمشيش معاهم لتطوان. قولها للمتابعين. صح صافي اش قال لي ياسين؟ قال لي ما كاين غير الحوت اخويا. واش من الحوت؟ راه عاد وصل. قال لك راح للصويره وخلنا بان نمشي للصويره ولا الاسود. سيدي فين ما بغيتي نزيد؟ فين ما بغيتي نزيد؟ بان لك الشعبيه كاينه كثيره عند صحاب الصويره. عرفتي كندخل المواقع هكا اللي فيديو. نغيروها المره هذه. الصويره الصويره. كاين المآتير وكاين حسن هكا التليفون كاين ميتا غادي نبسط باطي هنا باش شنو رشيدة؟ اشنو رشيدة الصويرة ولا اسمي؟ عجبتني ديك الشعبية ديالنا الصويرة صراحة إلا مشاو هما هكا غادي ندينا حنان ونزيد هكا انا وياك وحنان ياك حنان اسمو حنان عرفتي المتابعين الطولة والتجريدة الله يعطي حنان شنو نتي ان شاء الله شي فرملية ولا شي دوك صورة كبيرة الله يرضي غنجي ندوز غنجي ندوز عندك فابور انا بعد بوليسيه عرفتي كي غتجي معها حتى بوليسيه ديال المطر المطريه لبسات اللبسه ديال البوليس كي غتجي حنا والله العظيم يا سلام حاول ولدي انس عندك طيح داكشي انس قول هوا دواء هديه جبناها لكم جبناها لكم يلاه الهديه لا لا والهديه اللي ديك جايه هوا هديه جبناها لكم فاطمه اللي كتعرف لهاد الشيء هادي لهنا فاطمه اللي كيهربها شوف اخوتي السبنيه شوف التقاليد الامازيغيه عام سيدي اللويز من تقاليد الامازيغ شنو تدير فيها اياش؟ يلاه زيدو نمشيو بسم الله مستقيم القامه امشي وريني الكلاس والبروتوكول ديال الخوت قلنا هو دواء قال مستقيم القامه امشي ما يلا بسم الله صافي تولدوا بالضوء رشيد اختي كاملين هذا غير خليه شاعل طفيت هذاك هذا خليه شاعل ها ايو يا المشاغبه كي جاتكم وايلي وايلي الزار عرفتي شكون باغا نفقس انا باغا نفقس غياسي صافي غياسي صافي صافي واش علاش ندينا في الهديه واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشرة دينا 1000 درهم وغادي نبدا هذه الهديه ديالنا رغم ان الويده ما كايناش صراحه ركزوا على الويده تكون شوف والله الا في الغياب ديالهم صراحه بلاصتهم بقات كبيره والله العظيم ما كره تكون كانوا معنا ولكن ماشي مشكل حتى حنا عارفين نمشيو ان شاء الله بالدور ديالنا نديو الواجب معاهم ونردو الكادو ديالنا ان شاء الله كيف جابوا نردو هذه تقاليد مغربيه ودابا ان شاء الله يا ربي غادي نمشيو الوليد عبد الرحيم جا وايلي سي عبد الرحيم اه داخل تيسبل طيب واش يبان معنا خوت الجاب هادي جاب هادي جاب ثاني كل كامل ياك امي ها غوتنا عبد الرحيم اش جا الوالد غوت انا عبد الرحيم خليه يصلي ها اه تيسبل اسمو السي حسن نمشيو ولا نتسنى عبد الرحيم غادي نمشيو باش نديرو الواجب ان شاء الله رب العالمين المتابعين الكرام كيما شفتوا غادي تعرفونا فين غادي اليوم وغادي يعجبكم الحلقه بحال غادي نعيشو معاهم اجواء حقيقيه كنقول الله تعالى وتبارك الله يكمل بالخير دابا شحال من واحد يقول لك ما دين ايه تقبل ودنيها شحال من واحد يقول لك ما غادي نعرض الشيء قنت ياك ما غادي نخطب للحنان ياك ما غادي ها شوف هاد النهار واقيلا غادي نخطب لعبد الرحيم واقيلا تيبان لي هاد النهار واش العريس صافي قاد راسو قال لك تيصلي بعدا كيدعي ما نعرف لا العريس خليه يفرح براسو الله يهديك المحلمه غيبقى فيها الحال رحنا عليك والله وما راه معايت العروسه اش غندير لهم الا ما كانتش محلمه في هاد الفرحه هادي ديال عبد الرحيم اه باغا تجي عندي انا دابا هاديك اش السي حسن سام شو الصداق سام شو كلشي الصداق كلشي مريقل فهمنا علينا دابا غادي نمشيو غير ان شاء الله نحضروا ونتعشاو ونعاودوا ندوزوا الكلام ونجددوا النظر ونجيو ان شاء الله شتي شتي كحنا شوف هذه باغا غادي انا بغيت خلاص 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 يا اختي ايوا ولد ربي وتعدي حيدي عليا حيدي عليا حيدي عليا حيدي عليا صافي بنتي انت واش مرتاح هكا صافي مرتاح هكا عبد الرحيم عبد الرحيم انا نجيبكم عبد الرحيم الا هو شي صاحبي راه بغيت نتسناوك انت شوفوا بغيت تشوفوا الكل عبد الرحيم ان شاء الله يعطيك كيفاش جا الفيديو جاي ان شاء الله يوم الاربعاء تشوفوا ان شاء الله كيفاش جا هذا الفيديو عندكم قول على وفاجعه كبيره هذا النهار غادي تعطيه راسك عطيوها المتابعين شوفوا العريس كيفاش جا
يلا متابعين ديالنا عطيونا فلوس ان شاء الله وتعرفوا ماشي على شي حاجه اخرى غير على هادشي اليوم غتعرفوا شنو هي المناسبه غتعرفوا علاش مشينا وغتعرفوا شكون اللي جات زوينه واش العريس ولا العروسه كلشي غيبان هذا النهار العريس غيبان ياك العريس غيبان غيبان العريس ياك بعدا والله تايبان اليوم السلام عليكم حسن كيفاش جا زوين داك الشيء حاط نار والله يا سيدي نشوفوا داك الشيء يا سيدي غاديين نشوفوا صافي السلام عليكم يلا السلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.